دشن نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز الدكتور محمود البكاري توزيع مشروع الملابس الشتوية لعدد 150 مستفيد من الأشد فقرا والنازحين في مديرية صبر الموادم بتعز. التفاصيل في التقرير التالي. تم تدشين مشروع توزيع الملابس الشتوية لعدد 150 أسرة من الأسر الأشد فقرا والنازحين في مديرية صبر الموادم، وذلك بتمويل من مؤسسة رؤية يمن للتنمية وتنفيذ منظمة رواد العطاء للسلام والتنمية، وذلك بحضور الدكتور محمود البكاري نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. مشروع توزيع الملابس الشتوية لعدد من قرى مديرية صبر الموادم، نستهدف هنا في هذا المشروع حوالي 150 أسرة من الأشد فقرا، حيث هذا المشروع بتمويل من مؤسسة رؤية يمن وتنفيذ منظمة رواد العطاء للسلام والتنمية. هذا المشروع سيخفف من حاجة الأسرة للملابس الشتوية لأن البرد قارس والحاجة ماسة لمثل هذه المساعدات، ونتمنى أيضا أن تستمر مثل هذه المشاريع، أن هذه المنطقة أيضا بحاجة إلى استهداف إلى المزيد من الاستهداف في كافة المجالات، ومنها ما يتعلق بتوفير احتياجات الأسرة في فصل الشتاء. يهدف المشروع إلى توفير الملابس الشتوية الضرورية للأسر الأشد فقرا والنازحين، مما يساعدهم على مواجهة الظروف المناخية الصعبة، وقد تم اختيار المستفيدين بناء على معايير واضحة لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليه. أوجه هذا المشروع بعد دراسة ونزول ميداني للفريق المنظمة لالتماس حاجة المواطنين الأشد فقرا والنازحين، واستهدفنا في هذا المشروع 150 أسرة من الأسر الفقيرة والمعدمة والنازحين بتمويل مؤسسة رؤية يمن للتنمية. تأتي هذه المبادرة في وقت يحتاج فيها العديد من الأسر إلى الدعم، حيث يسعى القائمون على المشروع إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لضمان حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. هذا المشروع الذي هو في أمس الحاجة لهذه المناطق، والتي استهدفت عدة مناطق في منطقة قرالة صبير الموادم، منها المشراح، القرية الحمرة، حرف العريش، بيوت النحلة، حجر البرصة. نتمنى من المنظمات القادمة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة تعز أن يحذو حذو هذه المنظمة، لكي يكون هناك تناسق بين النشاط الاجتماعي والنشاط الغذائي والنشاط التي يستفيد منها بعض الأسر الفقيرة التي لا تستطيع أن تلبس شيء في البرد القارس في ظل الظروف الطبيعية المناخية القوية. مشروع توزيع الملابس الشتوية في منطقة صبر يأتي عن احتياج قامت به مؤسسة رواد العطاء، هذا جزء لا يتجزأ من عملية التخفيف عن معاناة المواطنين الذين يحتاجون لهذه الملابس، ولسبب الغلاء الذي استشري في هذه المنطقة والاحتياج. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية.